صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 11 لسنة 2024 بتعيين مديرين في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية جاء فيه. يعين في وزارة التنمية الاجتماعية كل من السيد عبد الإله حميد عبد الرضا عبد العال مديرا لإدارة المساعدات الاجتماعية، السيد إبراهيم أحمد إبراهيم الفضالة مديرا لإدارة الرعاية الاجتماعية.